أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إننا في منطقة يوجد فيها مسجد يسمونه الناس مسجد التيجانية، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل الواحد يصلي في غير هذا المسجد؟ هذا حسب حالة المسجد. إذا كان المسجد فيه قبر، إذا كان المسجد مبنيا على قبر فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات. أما إذا كان المسجد خاليا من القبر فلا بأس، وليس فيه بدع ظاهرة تمارس فيه، فلا بأس بصلاة الجماعة فيه. صلاة الجماعة فيه إذا كان خاليا من القبر وخاليا من البدع الظاهرة التي تمارس عند الصوفية فلا بأس بالصلاة فيه. أما إذا كان فيه بدع وفيه محدثات فالمسلم يلتمس مسجدا خاليا من البدع مهما أمكن، وإن كان فيه قبر فلا يصلي فيه مطلقا. نعم.